طيب كمان مرة والله الصوت هيك منيح، خلينا نبلش. منيح دكتور منيح. طيب اليوم بدنا نكمل في آخر جزء بتشابتر نمبر 2، بدنا نحكي عن موديل. بس قبل ما نحكي عن البوم سبايرال موديل، خلينا نذكركم بنقطة، إنه زي ما حكينا احنا في عنا 3 جينيريك مودلز، تمام، اللي هم الووتر فول، الانكريمنتال، والريوز اورينتد. اوكي، الان زي ما حكينا هدول مش راح الصوت. طيب رجعنا. طيب زي ما حكينا انه ممكن يكون في عندي بروسيسز مبنية على المين جينيريك مودلز، تمام؟ يعني والله تحتوي على، يعني فيها جزئية من الانكريمنتال، فيها جزئية من بروتوتايبنج، فيها جزئية من البلانت دريفن، فممكن يكون عندي مودلز نسميهم هايبريد، تمام؟ الآن بدنا نحكي عن السبايرال موديل أو البوم سبايرال موديل. الآن بيهمني هون كثير نتطلع على المين بروبرتيز لكل بروسيس. اوكي، شو الاشياء الجديده اللي راح نشوفها في كل بروسيس، لانه راح نشوف انه كل بروسيس يتميز بانه بيركز على براكتسيز معينه، بيركز على بعض الممارسات، تمام، اللي من وجهه نظرهم بيعتبروا انه هاي الممارسات راح تفيد في عمليه تطوير السيستم، تمام. خلينا نطلع على الشكل العام للسبايرال موديل. اول شيء من اسمه، ليش اسمه سبايرال؟ يعني خلينا نحكي الشكل الحلزوني، لانه فعليا هون كانه كل فيز في عمليه تطوير السيستم عباره عن لوب. طلعوا على الشكل كانه كل فيز عباره عن لوب. الان ليش هاي اللوب بتكبر، او كل لوب عمالها يعني ببلش بلوب صغيره بعدين اكبر بعدين اكبر حتى يطلع عند السبايرال شيب؟ ليش هذا الحكي؟ لانه مبني على اساس الانكريمنتال، تمام. اذا البوم سبايرال موديل اول خاصيه له انه مبني على اساس الانكريمنتال ديفلوبمنت. اوكي، فبنبلش باشياء بسيطه بعدين بنصير نكبر بالسيستم، السيستم بصير يتطور معي في كل فيز انا بمشي فيها حتى اوصل للفاينل برودكت، تمام. اذا هي اول شغله بدنا نفهمها في السبايرال موديل. ليش اسمه سبايرال؟ لانه عباره عن لوبس، كل لوب كانها بتمثل فيز، تمام. طيب اذا طلعنا على الاكتيفيتيز، يعني احنا لما نصير نحكي عن الديفرنت موديلز زي ما حكينا بدنا نرجع للفاكتورز اللي حكيناهم. شو هم الاكتيفيتيز؟ كيف الاكتيفيتيز بتم تنفيذها؟ الاوردرز لهم، هل هم سيكونشال، هل هم انترليف، والفاكتورز الثانيه اللي حكيناها، تمام. تطلعنا على هاي البروسيس بنلاحظ انه البروسيس از ريبريزنتد از ا سبايرال rather than as a sequence of activities. اذا هو مش ووتر فول موديل يا جماعه، تمام. تنفيذ الاكتيفيتيز ما بيكون سيكونشالي زي ما شفنا بالووتر فول موديل، وانما بيكون انكريمنتال، تمام. طيب الان اذا اطلعنا على برضه هاي هذا الشكل، احكي لي هون the inner loop might be concerned with system feasibility. يعني كأنه هون اللوب الأولى زي ما حكينا بيهتم كثير في موضوع دراسة الجدوى من هذا السيستم. اوكي، بعدين بيكبر بيطلع شوي بروح على لوب أكبر بصير يحكي عن requirements definition، بيطلع على لوب اكبر بصير يحكي عن السيستم ديزاين، روح على لوب اللي بعدها بصير يحكي عن الديفلوبمنت والتستنج. فكانه فعليا هو ماشي بالمين اكتيفيتيز اللي حكيناهم، لكن كيف بيمشي فيهم مش سيكونشال. اوكي، هاي اول خاصيه في السبايرال موديل. الان الاشي الثاني يا جماعه الخير، وهذا اللي بيميز السبايرال موديل عن غيره، انه بنسميه ريسك دريفن سوفت وير بروسيس فريم ورك. ريسك دريفن، تمام. شو يعني ريسك دريفن؟ يعني بيمشي في الستيب الثانيه بناء هل عندي مخاطر موجوده او لا. واذا في مخاطر شو بده يعمل؟ بيحاول
يقللها. تمام؟ اذا ريسك دريفن هو بوقف في اي مرحله موجود فيها، بيعمل دراسه للمخاطر، بيعمل بلان. تمام؟ بشوف وين في عندي جزئيات فيها ريسك، هاي الجزئيات بحاول. طيب شو اخر اشي سمعتوه يا جماعه؟ لانه النت عماله بقطع عندي هون. شو اخر اشي سمعتوه؟ ايه عن الريسك دكتور؟ بيعمل خطة كل شوي بوقف بيفحص اللي بالضبط، الريسك. الريسك دريفن. الان لو اجينا حكينا شو مقصود بالريسك؟ شو المقصود بالريسك؟ المخاطرة مين يحكي لي بلغة زي ايش يعني؟ شو المقصود يعني بشكل عام؟ شو الريسك؟ بادجت بريفورمانس حسب هاي الريسكس، او حسب ممكن البزنس موديل تاعه بميت الريكوايرمنت تمام، اللي خلينا بده نحكي اياها something والدا داون. that go wrong. تمام، اشي ممكن يوصلنا لاشي خطأ، اوكي، او طريق مثلا ممكن توصلني ممكن نتيجة بشكل تخلي توجيه السيستم فيل. اوكي، تمام. اذا الريسك something that go wrong او that may make a failure. تمام، طيب زي ايش؟ طبعا الريسك ممكن تكون في جزئيات مختلفة او في اكتيفيتيز مختلفة، وانا عمالي بطور بالسيستم. زي ايش؟ زي ايش؟ ممكن انا والله عمالي بدي ابني سيستم في مرحلة الريكويرمنت انجينيرينج، فصار عندي او اكتشفت انه في ريسك معين، يعني اذا كملت ممكن يصير عندي فشل. تمام، زي ايش؟ شو رايكم بهاي؟ requirements are ambiguous أو not clear، هذا بيعتبر risk بالنسبة لإلي؟ هاي يا جماعة ريسك، لانك اذا فاهمن غلط ممكن تعمل اشي وتحط الافورت عليه وبالاخر يجي الكلاينت يحكي لك لا مش هذا اللي بدي اياه. وممكن دكتور ممتاز، هذا requirements اللي جميل. تكون متعاردة مع بعض، يعني خلال الشغل نشوف إنه ما تمام، بده يكون وهذا مع اللي بعض. جبناه لكم اياه، هذا اللي جبناه لكم اياه في الامتحان، انه فعليا requirements engineering critical وما باقي الفيزز تعتمد عليها. فبالتالي اذا كانت الريكويرمنتس مش واضحه نوت كلير، هذا ريسك. تمام، طب كيف بدي احل هذا الريسك؟ يعني كيف بدي احاول اقلل من هذا الريسك؟ شو بعمل؟ يلا أسأل أسئلة بعمل بروتو، واختصارات، او أو زي زي ما بروت عملنا بروتوتايب. قبل. اوكي تمام، تمام، اذا لاحظوا هون وقف، اذا اكتشف انه في ريسك في جزئية الريكويرمنت شو بده يعمل؟ بده يعمل بروتوتايبنج. شو الهدف من البروتوتايبنج؟ انه يوضح لي ريديوس الريكوايرمنت ذا مش ريسك واضحه. او ريديوس ذا بوسيبيليتي اوف سيستم فيلر. اوكي، شو في كمان بعض المخاطر ممكن انا اواجهها او في جزئيات مختلفة؟ شو رأيكم؟ غير انه requirements مش واضحة not clear. ممكن السكيورتي بتاعت السيستم، كيف؟ اللي حكى security كيف؟ ممكن تحكي لي كيف؟ يعني مثلا البيانات اللي فيه مش مأمنة منيح، أو كيف يعني. طيب خلينا نحكي على السيفتي ريسك. اذا انا عمالي ماشي في سيستم فعليا عملت ريسك اناليسز، تمام، اكتشفت انه في مخاطره اني اكمل بالستيب اللي بعدها بدون ما اعمل شيء معين، في سيفتي ريسك. تمام، وهنا بنحكي عن ريال تايم او كريتيكال سيفتي سيستمز. اوكي، هون مثلا ممكن اتغلب او اقلل من هذا الريسك باني اعمل سيميوليشن. تمام، طيب اذا في عندي مثلا مش إن او خلينا نحكي انتجريشن، اذا في عندي انا بدي امشي بالريوس اورينتد بروسيس، تمام، وفي عندي ريسك انه والله ممكن يكون عندي
مشاكل في السب سيستمز انتجريشن والانتر اكشنز. اوكي، طبعا هذا الحكي ممكن يصير او ممكن يصير. يعني ببساطه ممكن انا اروح على كومبوننت بدي اعمل له ريوس واشبكه على السيستم عندي، يكون عندي مشاكل كثيره في الانتجريشن. تمام. طيب اذا في عندي مشاكل بالانتجريشن، اذا مشيت في البروسس اللي بتحكي لي استخدم كومبوننتس موجوده واعملها انتجريشن وهذا بشكل ريسك، معناته ممكن انا افكر بموديل ثاني غير ريوس اورينتد، اروح ووتر فول مثلا. اوكي، اذا لاحظوا يا جماعه الخير هون في عندي مخاطر موجوده بجزئيات مختلفه بانواع مختلفه. تمام، بدي اوقف اعمل اناليسز، اكتشفت انه في عندي ريسك، شو بدي اعمل؟ بدي اقدم اكتيفيتيز، اقدم حلول حتى اقلل من هذا الريسك. تمام، عشان هيك سمينا هذا الموديل ريسك دريفن سوفت وير بروسيس فريم ورك. طيب اذا طلعنا هون برضو على الخصائص، بيحكي لي انه هذا الموديل يجمع بين التشينج افويدنس والتشينج توليرانس. ليش بيدعم التشينج افويدنس؟ لانه ايش؟ It change معناها new risk. exchange avoidance حكينا بروتوتايب، ابني بروتوتايب. تمام، exchange tolerance لانه هو بالاصل مبني على ايش؟ على الانكريمنتال بروسيس. اوكي، اذا هو بيدعم exchange avoidance لانه بيقدم لي بروتوتايبس في كل مرحله بلاحظ انه في عندي ريسك. تمام، وتشينج توليرانس لانه مبني على الانكريمنتال زي ما حكينا في البدايه. تمام، اذا هي المين اكتيفيتيز او المين بروبرتيز عفوا اللي بدنا نفهمهم بالنسبه للسبايرال موديل، وبنركز كثير على ايش ما يميز هذا الموديل، انه ريسك دريفن، ريسك دريفن بروسيس. تمام، طيب اذا طلعنا على الموديل هون، لاحظوا زي ما حكينا هون الانر لوب كانها بتحكي عن الفيزيبيليتي ستادي. وشغله ثانيه، اذا اطلعنا برضو على الموديل كانه الموديل مقسم الى فور سيكتورز، الى فور سيكتورز، في كل سيكتور انا بحدد او بهتم بشيء معين. مثلا لما بدي ابلش في لوب باجي بحدد الاوبجكتيفز، تحديد الاوبجكتيفز، الكونسترينتس، الفانكشناليتيز. تمام، وهي اول خطوه في عمليه بناء اي سيستم. اوكي، الان في السيكتور الثانيه، يعني في نفس اللوب لاحظوا انه في عندي في كل لوب فور سيكتورز. السيكتور الاول هون انا بحدد الاوبجكتيفز، اذا انا في الفيزيبيليتي ستادي بعمل ريفيو، بعمل سيرش، بعمل الاشياء اللي حكيناها حتى اعمل دراسه جدوى لهذا السيستم. اوكي، الان لاحظوا بعدها بعمل عمليه ايفالويشن واسسمنت للريسكس مباشره، بحدد انا الاوبجكتيفز المطلوبه من هاي اللوب، بعدين بروح على الريسك اناليسيس، بحدد شو هي الريسكس وكيف اعمل هاندلنج لهاي المخاطر. تمام، اذا بيجي بيعمل ريسك اناليسيس مباشره. لاحظوا هون لازم بروتوتايب، بيعمل بروتوتايب نمبر 1. اوكي، بعدين بروح على اللوب، او خلينا نحكي على السيكتور اللي بعده، يعني بيكمل بالفيز اللي بعدها، بيعمل ايش؟ والله حددت الاوبجكتيفز ريكويرمنتس، عملت ريسك اناليسيس، حاولت اني اتغلب على هاي الريسك، بعدين بروح على موضوع الديفلوبمنت، بروح على الديفلوبمنت والتستنج والديزاين والامور هاي. تمام، الان قبل ما ابلش بفيز لاحقه شو بعمل؟ بعمل بلان للنكست فيز، بحدد بالضبط انا شو اللي بدي اشتغله بالفيز الثاني. اوكي، الشيء الثاني اللي بدنا نحكيه عن هذا الموديل انه في مرحله الديفلوبمنت ما في موديل معين بيمشي فيه، يعني ممكن يقرر انه الووتر فول هون افضل، ممكن يقرر انه الريوز افضل، ممكن يقرر انه لا امشي ببروسيس ثاني يكون افضل لإلي. بيعتمد على ايش يا جماعه الخير؟ بيعتمد على الريسك البروجكت اناليسيس، ماجور بيعتمد على الريسك اناليسيس. اوكي، يعني دكتور، كل لوب هون بتكون مخططة بشكل ديبندنت عن اللوب الأخرى. يعني مثلا بقدر أمشي باللوب الأولى incremental، باللوب الثاني أرجع أمشي waterfall هكذا. لا لا طلعي، انا بشكل عام، بشكل عام في كل السيستم ماشي انكريمنتال، هي شايف كيف
لوب صغيره، بعدين بتكبر 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 حتى اوصل للسيستم النهائي. لكن داخل كل انكريمنت شو البروسيس اللي امشي فيها حتى ابني الجزئيه والاوبجكتيفز اللي انا حطيتهم؟ بيعتمد على الريسك اناليسيس. تمام؟ يعني خلينا نحكي تمام. خارجيا طلعنا عليه من فوق بنشوفه انكريمنتال، لكن في كل جزئيه وانا ماشي انكريمنتال، في كل فيرجن، في كل انكريمنت، في كل جزئيه انا بدي اعملها، هون بوقف بناء على الريسك اناليسيز بحدد شو انسب ديفلوبمنت موديل امشي فيه. تمام؟ فلاحظوا انه شوي كانه هذا الموديل يعني ممكن يكون هايبرد، يعني بيجمع بين اكثر من شغله، البروتوتايبنج، الانكريمنتال، ممكن في جزئيه معينه يعمل بلان دريفن، يمشي في الووتر فول على سبيل المثال وهكذا. تمام؟ طيب برجع وباكد انه بدنا نركز على هذا الموديل على المين بروبرتيز، واكثر شيء على انه ريسك دريفن ويدعم التشينج افويدنس والتشينج توليرنس. اوكي؟ وشو يعني ريسك؟ وشو يعني او امثله على بعض المخاطر؟ وكيف احنا ممكن نتغلب او نقلل من هاي المخاطر قدر الامكان. تمام؟ هون بننزل رح تشوف في السلايدات انه فعليا each loop in the spiral is split into four sectors. بحدد الاوبجكتيفز، بعدين بعمل ريسك اسسمنت، ريسك ايفالويشن، اوكي، بحدد شو اللي ممكن اعمله حتى اقلل من هذا الريسك، بعدين ديفلوبمنت وفاليديشن، بعدين بلاننج للنكست فيز. هذا بنحكي الكي بوينتس للسبايرال موديل. اوكي، طيب خلينا نروح على شابتر نمبر 3. طيب كما نروح على الشابتر الثالث رح تلاحظوا انه في عندي ضل في السلايدات بروسيس، هي هايبريد بروسيس تجمع بين 3 جينيريك مودلز اللي حكيناهم، بنسميها راشونال يونيفايد بروسيس. هاي بدنا نخليها لمحاضرة التعويض، إذا ضل معنا مجال في نهاية الفصل وأنهينا المادة المطلوب نغطيها بنرجع لهاي البروسيس بنحكي فيها أكثر، لأنها بروسيس كثير مهمة وخلينا نحكي حديثة ويعني مطبقة كثير في عملية تطوير السيستمز، لأنها هايبريد زي ما حكينا، مزيج بين الديفرنت مودلز اللي درسناها. اوكي، طيب نروح على الشابتر الثاني، الشابتر الثالث، الشابتر الثالث بس اكدوا لي انه واضح بالنسبه لكم بين. واضح. الشابتر الثالث يا جماعه الخير من عنوانه بيحكي اجايل سوفت وير ديفلوبمنت، اذا كل هذا الشابتر عن ايش بيحكي؟ بس عن الاجايل. طب ليش حاطط شابتر كامل بس على الاجايل؟ لانه بالضبط، لانه في ادهم موجود في القاعه، لانه مهم وراح نحكي هسه بالضبط ليش مهم. الاشياء اللي بدنا ندرسها في هذا التشابتر، ان شاء الله انه تشابتر حلو خفيف وبسيط، وكثير من البروسيس الموجوده فيها راح تواجهوها بكره بشكل عملي يا جماعه، فضروري انه يعني قدر الامكان نحاول نعيش هاي البروسيسز، نفهم المين كونسبتس لها، التيرمز الموجودة فيها، هاي شو بتعمل وهاي شو بتسوي، لأنه في كثير ممارسات راح نيجي نعمل زي نقاش واكتيفيتيز راح تلاحظوا إنه بعضكم عاش جزء منها، سواء في بروجكت، سواء في وظيفة، سواء في شغل حالي على سبيل المثال. لكن لاحقا لما بكره تشتغلوا راح تواجهوا كل هاي البراكتسيز والممارسات في حياتكم العملية، فجيد إنه نحاول نفهم المواضيع المذكورة في هذا التشابتر. طيب شو بدنا نحكي في هذا التشابتر؟ بيحكي عن الاجايل ميثودز. بدنا نرجع نذكركم في المين براكتسز او البروبرتيز او الاشياء اللي موجوده او البرنسبلز الموجوده في الاجايل ميثود. تمام؟ واتوقع انه راح تشوفوا انها فقط تكرار لانه حكينا فيها كثير. راح نرجع نقارن بشكل سريع بين البلان دريفن والاجايل ديفلوبمنت، وانا متاكد انكم عندكم القدره انكم تقارنوا بينهم بناء على الفاكتورز اللي حكينا لكم اياها. تمام؟ بعدها راح ننتقل على بعض المودلز او البروسيسز. الشيء اللي بدنا نفهمه هون يا جماعه الخير انه الاجايل ميثود خلينا نحكي كانها في إلها حجر اساس او في إلها مين برنسبلز. تمام؟ يعني مثلا اذا انت بتحكي انا بدي اشتغل اجايل،
بدك تحكي عن الكاستمر انفولفمنت، بدك تحكي عن الانكريمنتال ديليفري، الانكريمنتال ديفلوبمنت، الرابيد ديليفري، كل هاي البرنسبلز المفروض انها تتوفر حتى تحكي عن حالك انا شغال اجايل. تمام. الان اجوا ناس وضافوا على هاي المبادئ، هاي البرنسبلز، مبادئ ثانيه وطلعوا ببروسيس، يعني خلينا نحكي متطوره فيها شيء اضافي، لكن بتضل اسمها ايش؟ اجايل. تمام. يعني مثلا الاكستريم بروجرامينج هون بيحكي لي بعد اسبوعين اذا سمحت بدك تسلمني شيء، بعد اسبوعين، اكثر من هيك لا، بصير في عندي خلل. تمام. هون مثلا بيحكي لي انه اذا بدنا نشتغل في موضوع الديفلوبمنت هو بفضل البير بروجرامينج، انه اثنين يشتغلوا على تاسك واحده مثلا. طبعا راح نناقش هذا الموضوع، هل اثنين يشتغلوا على تاسك واحده افضل ولا اثنين بشكل منفصل يشتغلوا على تو تاسك مثلا، مين اسرع، مين افضل، مين احسن، شو مبرراتهم، شو الجستيفيكيشنز عندهم انه والله البير بروجرامينج جيد. اوكي. في موضوع التستنج عندهم برنسبل او عندهم ممارسه في موضوع التستنج برضه كثير مستخدمه في الوقت الحالي. تمام. اذا هم اعتمدوا على خلينا نحكي المين برنسبلز للاجايل ميثود وطوروا عليها. تمام. رح نيجي برضه نحكي عن الاجايل بروجكت مانجمنت، كيف انا بعمل مانجمنت للاجايل بروسيس. الاجايل بروسيس معناها فليكسيبل، فيش عندي بلان، معناته لازم يكون عندي طريقه مخصصه لإلها حتى اعمل مانجمنت. لانه مستحيل يا جماعه الخير اشتغل في بروجكت بدون ما يكون عندي مانجمنت، تصير الامور مش مضبوط. اوكي. طيب الان في المشاريع البلان دريفن المانجمنت بتكون سهله، لانه الطريقه التقليديه في المانجمنت واضحه، بس هون انا بحكي عن البروسيس شو مالها، فيها فليكسيبيليتي. تمام. الامور التقليديه في موضوع المانجمنت لا، ما بتنطبق هون، فبالتالي بدي اشوف فريم ورك معينه حتى اعمل مانجمنت. وهون بحكي عن السكرام، بحكي عن السكرام. تمام. واذا رحنا على الشركات اللي بتشتغل في موضوع تطوير السوفت وير راح نلاحظ نسبه عاليه جدا تعتمد على السكرام. تمام. فجيد انه نفهمها ونحاول يعني نستوعبها منيح حتى بكره نقدر نمشي فيها بشكل سهل ان شاء الله. تمام. بعدها بدنا ننتقل على السكيلينج للاجايل ميثودز. احنا حكينا الاجايل ميثود مناسب للبروجكتس السمول والميديوم، مظبوط؟ عندنا القدره نحكي ليش، وراح نعطي كمان امثله نوضح ليش هي مناسبه لهذا النوع من البروجكتس. طيب اذا بدي اشتغل اجايل ميثود على بروجكت فيري لارج، تمام، كيف اعمل ادابتيشن او شو اعمل ممارسات اضافيه حتى اخلي الاجايل ميثود قابله للتطبيق حتى في البروجكتس الكبيره. اوكي. هاي المواضيع الاساسيه اللي بندرسها في هذا ليكتشر. خلينا نشوف هذا السؤال، بيحكي لي why agile development methods are essential، ليش مهمه الاجايل ديفلوبمنت ميثودز، مهمه في يعني في الوقت الحالي اكثر من قبل على سبيل المثال. بالضبط 100%. اذا صار عندي يا جماعه الخير البزنس اوبريت ان ا فاست changing ريكويرمنت. اوكي. اند ات از براكتيكالي امبوسيبل تو بروديوس ا سيت اوف ستيبل سوفت وير ريكويرمنت. باختصار ليش الاجايل ميثود مهمه؟ لانها الريكويرمنتس ان ستيبل. في البزنس انا بدي رابط ديفلوبمنت اند ديليفري، وحكينا بجوز امثله كثيره. اذا الاجايل ميثود يا جماعه الخير اجت ليش في نهايه التسعينات؟ حتى تقلل الدليفري تايم فور وركينج سوفت وير سيستمز، حتى تقلل الدليفري تايم. تمام. وهذا الحكي حكيناه بتوقع بالشابتر نمبر 2. اوكي. طيب ليش كمان الاجايل ديفلوبمنت ميثودز ار اسينشال؟ لانه حقيقه لما كانوا يعتمدوا على الووتر فول موديل او البلان دريفن موديل لاحظوا انه في عندي اوفر هيدز. شو المقصود بالاوفر هيدز بشكل عام في مجال الاي تي، الكمبيوتر، النتوركس، في مجال السوفت وير، شو المقصود بالاوفر هيدز؟ مين عنده فكرة؟
دكتور الاوفر هيد اللي هو بيكون مع مبدأ البوتل نيك، كيف؟ اللي بيكون مع مبدأ البوتل نيك اللي هو دكتور له علاقة لا يعني خلينا بالدوكيومنتيشن، نحكي بحيث انه اضمن انه اي تعديل بالضبط. ما بياخذ وقت كتير لاعمل ريورك. بالضبط الاوفر هيدز بشكل عام كأني انا بضيف حمل زائد ممكن استغني عنه، تمام؟ فبالتالي هنا بيحكي لي انه صار عندي عدم رضا باستخدام البلان دريفن بروسيس، لانه فعليا في بعض البروجكتس انا بلزمنيش يكون عندي فول دوكيومنتيشن، لانه الفول دوكيومنتيشن معناته بلزمني جهد اكبر، فبالتالي صار عندي اوفر هيد ما بلزم يكون موجود، انا ممكن امشي بليميتد دوكيومنتيشن وامشي الموضوع. اوكي، بعدين صار عندي and to be able to respond quickly to changing requirements، بدي انا استجيب للريكويرمنتس بشكل سريع بدون ما اضطر اعمل rework كثير، تمام؟ بينما البلان دريفن تحكي لي لا، امشي ستيب باي ستيب، واذا في عندي تشينجز لاحقا ممكن نعمل rework، لكن هذا الحكي صار غير مرضي لانه عماله بزيد حمل زائد واوفر هيدز على اشياء الاصل انه امشي فيها بشكل اكثر فلكسبيليتي، مرن اكثر واسهل حتى اوصل للاهداف اللي بدي اياها، تمام؟ اذا من هذا الباب يا جماعه الخير الاجايل ديفلوبمنت ميثودز مهم كثير. طب هل هذا الحكي يلغي الووتر فول والبلان دريفن بروسيس؟ لا، كل وحده لها قيمتها زي ما حكينا في مكانها الصحيح، تمام؟ طيب اذا هنا بيحكي لي هذا الديسكشن، خلينا نحكي بلان دريفن ديفلوبمنت از اسينشال فور سم تايبس اوف سيستم بات داز نوت ميت ذيس بزنس نيدز. شو رايكم؟ بالضبط، اذا بدي ارجع للفاز ديفلوبمنت، الفاز ديليفري، ليميتد دوكيومنتيشن، البلان دريفن حقيقه ما بتدعم هذا الحكي بالضبط، فبالتالي بتصير البلان دريفن زي ما حكينا مناسبة لبعض الأنواع من البروجكتس. اوكي، طيب هنا بيحكي لي يعني بيأكد على الحكي اللي حكيناه من شوي، when plan driven development approach is applied to small and medium sized business systems the overhead involved is so large that is dominates the software development process. يعني بصير عندي overhead حقيقة مضيوف على عملية تطوير السيستم ممكن يأخذ مني وقت أكثر من تطوير السيستم نفسه، خصوصا لما أحكي عن small و medium sized business systems. Okay. طيب الآن لما أجوا أعلنوا عن الأجايل كمبدأ كبروسيس جديده في عمليه تطوير السيستم، خلينا نطلع على الاجايل مانيفيستو، يعني الاعلان الرسمي عن الاجايل بروسيس، تمام؟ طلع شو بيحكوا لنا هون. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others doing it. Through this work we have come to value. طلع من خلال هذا الاعلان بدنا نطلع في المين برنسبلز للاجايل ميثود. individuals and interactions over process and tools. يعني الاجايل بركز على ايش يا جماعه الخير؟ بركز كثير على الناس اللي بيشتغلوا في البروسيس، هاي راح نجيها كمان شوي. بده ناس عندهم قدره اقل ما فيها يعملوا interactions communications، لانه البروسيس نفسها مش فورمال، تمام؟ بالضبط بالضبط، تمام. طيب بركز على الوركينج سوفت وير اوفر كومبريهنسيف دوكيومنتيشن. لاحظوا اللي باللون الاحمر هاي البرنسبلز اللي اعلنوها لما حكوا عن الاجايل ميثود، يعني احنا بنقدم اجايل ميثود بتركز على هاي الاشياء. الوركينج سوفت وير اوفر كومبريهنسيف دوكيومنتيشن، بدل ما اضيع وقتي في ان اعمل فول دوكيومنتيشن انا ممكن استغل هذا الوقت في اني اركز على اطلع البرودكت. اوكي، طب كيف بدي اتغلب على هذا الموضوع؟ زي ما حكينا بيركزوا كثير على الكود كواليتي، الستراكشر اوف ذا كود، تمام.
طيب ركزوا على الكاستمر كولابوريشن اوفر كونتراكت نيغوشيشن. في البلان دريفن راح نشوف انه في تركيز كثير على العقد بين المطور والكلاينت، تمام؟ بينما هون بركزوا كثير قديش انه يكون الكاستمر متوفر حتى يكون في تعاون بيني وبينه حتى اوصل للإشي المطلوب. وهي النقطة راح نذكرها في ممكن المحاضرة هاي او اللي جاي بشكل مفصل، تمام؟ responding to change over following a plan، بدل ما انا اضل استنى كل ستيب حتى تنتهي وانتقل للي بعدها، لا انا بركز اكثر في اني اقدم principles قادرة انها تتكيف مع التشينجز لانها التشينجز متغيرة بشكل مستمر. هاي جزئية نقطة. اشي ثاني، لا انا بدي الكاستمر بدل ما احنا نلتزم بعقد صارم بيني وبينك ومكتوب نقاط 1 2 3 ونلتزم فيها بحذافيرها، خلي الموضوع شوي شو ماله فليكسبل بيني وبينك، لانه هاي البروسيس يعني ما بتزبط اذا كان عندي خلينا نحكي عقد مفصل بتفاصيل معينه ولازم امشي عليها نقطه نقطه. بالضبط، هاي رح نحكي عنها انه هاي فعليا مشكله في الاجايل. طب انا بدي اكتب بيني وبينك عقد، طب كيف شكل العقد؟ طب ما هو راح اشياء تتغير، انت ممكن تغير رايك في المستقبل، مظبوط؟ حلو حلو كثير. خلي لي اياها هاي كمان شوي، راح نحكي عن موضوع الكونتراكت والعقد بيني وبين الكسر، تمام؟ طيب لاحظوا هنا يا جماعه الخير بيحكي جمله كثير مهمه. That is while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. شو بنستنتج من هاي الجملة؟ While there is value in the items on the right, we value the items on the left more. شو بنفهم من هاي الجملة يا جماعة؟ في مجال حد يحكي لو سمحتوا إذا اللي بحبه. يعني هاي النقاط اللي على اليمين شو مالها؟ هاي البرنسبلز او الاشياء اللي بركز عليها مين يا جماعة الخير؟ البلان دريفن، مظبوط؟ حلو. اللي على الليفت شو ماله؟ هاي البرنسبلز اللي بركز عليها الاجايل ميثود، تمام؟ هو بيحكي لي مع تقديرنا واحترامنا، هيك كان بيحكي مع تقديرنا للاشياء اللي على اليمين لانها الها فاليو في مكانها زي ما حكينا، لكن احنا بنفضل ايش؟ بنفضل الايتمز اللي على الشمال. اوكي، اذا هاي معناها يا جماعه الخير شغلتين، انه مهما كان الاجايل فيها برنسبلز بتدعم التغيير الموجود، بتدعم الرابد ديفلوبمنت، الرابد ديليفري والاشياء اللي حكيناها، لكن بضل برضه البرنسبلز الموجوده في البلان دريفن الها قيمتها والها تطبيقاتها اللي بتكون افيشنت في مكان. اوكي، طيب هنا بيحكي لي شو هي الكاركترستكس او البروبرتيز اوف رابد سوفت وير ديفلوبمنت. طبعا هاي كلها يا جماعه الخير اخذنا. اذا انا بدي احكي عن حالي ماشي رابد سوفت وير ديفلوبمنت، فلازم تكون الاكتيفيتيز شو مالها؟ انترليف مش سيكونشال، تمام؟ اذا بدي احكي عن حالي ماشي رابد ديفلوبمنت، في عندي ديليفري لبعض الانكريمنتس او الفيرجنز، فبدي امشي في تطوير السيستم على شكل سيريز اوف فيرجنز اور انكريمنتس. مينيمال دوكيومنتيشن، انا بركز اكثر على الكود، شكل الكود، الكواليتي اوف كود، تمام؟ ليش هذا الحكي؟ لانه لما بدي اجي اعمل مينتيننس اذا فيش عندي دوكيومنتيشن مشكله. طب شو اللي بيعوض عن الدوكيومنتيشن؟ الكود يكون كلين، يكون والستركشرز والاشياء الثانيه. اوكي، طيب هذا الحكي معناه يا جماعه الخير هل انه الاجايل ميثود ما فيها دوكيومنتيشن؟ ليميتد، بس بدي حدا من الموجود بس اتاكد انه موجودون لا فيها موجودين معنا. documentation بس بتكون هل هذا limited. الحكي انه ما في عندي دوكيومنتيشن؟
لا بيكون موجود بس التركيز أكتر على الكود. بيكون موجود بس ماله مينيمال. تمام. طيب في الرابيد ديفلوبمنت من اسمها يا جماعة الخير بدي اصير اروح على التولز اللي بتساعدني امشي اسرع في تطوير السيستم. يعني مثلا اذا في عندي تول بتدعم الاوتوميشن تيستينج، مش بيكون افضل ما اني امشي مانيوال ولا لا؟ شو رايكم؟ فبالتالي في الرابيد ديفلوبمنت بروحوا كثير على التولز اللي بتدعم هاي البروسيس. اوكي؟ فبالتالي بروح على الاوتوميتد تيستينج تولز تو سبورت ديفلوبمنت، بروح على الاي دي ايز مثلا انتجريشن ديفلوبمنت انفايرمنت اللي بتدعم موضوع الجرافيكال او اليو اي بشكل سهل، يعني ما بدي اضطر اكتب كود حتى اعمل يو اي، يكون التعامل مع اليو اي شو ماله اسهل. تمام. فكل ما كان هذا الحكي اسهل، كل ما كانت هاي التولز موجوده معناته بتدعم الاشي اللي انا ماشي فيه وهو التطوير السريع للسيستم. اوكي. طيب خلينا نطلع على هاي الرسمه. هاي الرسمه بتحكي لي بالضبط، او خلينا نحكي تعطيني هيك لمحه او فروقات مختصره بين البلان دريفن والاجايل ديفلوبمنت. طيب اذا طلعنا على البلان دريفن، واضح انه بيمشي بالفيرست اكتيفيتي، بعدين بيخلص منها بيروح على الثانيه، بيخلص منها بيروح على الديزاين اند امبلمنتيشن. اوكي. طيب بدي حدا يحكي لي شو هذا السهم، شو معناه هذا السهم، شو معناه؟ انه انا فعليا ماشي سيكونشلي، هذا اتفقنا عليه من هون. تمام. طيب هذا السهم اللي بروح وبرجع على نفس الاكتيفيتي، شو معناه؟ إنه أضل فيها لحد ما أخلصها كاملة، أضلني أعدل عليها. بالضبط. اذا في عندي iteration لكن داخل البروسيس نفسها، مش احنا حكينا كل اكتيفيتي تحتوي على other sub activities؟ تمام. اذا في عندي عمليه iteration بس لمين؟ للاكتيفيتي نفسها، لكن المين اكتيفيتيز ريكويرمنت انجينيرنج بشتغل فيها على شكل iterations لكن ما بنتقل للي بعدها الا لما انهيها. تمام. اذا هون بيحكي لي ان في البلان دريفن الاكتيفيتيز بتكون سيكونشال. اوكي. والiterations بتكون inside each activity، بينما في الاجايل الاتريشن بيكون اكروس ذا اكتيفيتيز. شو يعني اكروس ذا اكتيفيتيز؟ يعني في عندي انترليفنج، يعني انا شغال بالريكويرمنت انجينيرنج في نفس الوقت بعمل ديزاين وامبلمنتيشن. تمام. لاحظوا كيف. اذا هنا بيحكي لي ان اجايل ابروتش اتريشن اوكيرز اكروس اكتيفيتيز، therefore the requirements and the design are developed together rather than separately. هذا باختصار الفرق بشكل عام بين the plan driven والagile development. Okay. طيب إذا حدا سألنا شو هي المين برنسبلز للأجايل ميثود، يعني شو الأشياء اللي إذا أنت عملتها أو وظفتها بقدر اقول لك انت شغال اجايل. طيب شو اخر اشي وصل لكم يا جماعة؟ انه فصل النت. شو اخر اشي وصل لكم؟ بس كيف بداية نعرف إنه إحنا بالأجايل؟ بالضبط. اذا المين برنسبلز اوف اجايل ميثود، وهي زي ما حكينا اي حدا اي بروسيس هي مبنية على الاجايل لازم تكون تحتوي على هاي البرنسبلز. اول شغله طبعا اخذناها الكاستمر انفولفمنت. هون بيحكي لي الكاستمر should be closely involved throughout the development process، وهذا حكيناه وحكينا ليش. طب شو وظيفه الكاستمر؟ انه يكون قريب مني في عمليه تطوير السيستم. شو وظيفه الكاستمر؟ انه يعطيني فيدباك، يقيم الفيرجنز ويعطيني فيدباك، زائد شغله كثير مهمه provide and
prioritize new system requirements. يعني والله أنا صار عندي مثلا 10 features موجودات وجاهزات إني أنفذهم، لكن مطلوب مني مثلا increment بعد أسبوع، هل بقدر أنجز ال10 features؟ إذا لا معناته بدي أصير شو أعمل؟ أعمل أولوية، مين هم الفيتشرز اللي يكونوا موجودين في البداية؟ طب أول فيرجن بعملها شو هم أهم فيتشرز لازم تكون موجودات؟ مين اللي بده يعطيني هاي الأولوية ويحدد لي مين الفيتشرز اللي لازم تكون في الأول، مين اللي لازم تكون بعدين؟ اللي هو ممثل الكاستمر. برودكت أونر هو ممثل لمين؟ للكاستمر، يعني صوت الكاستمر في الجروب. أوكي؟ طيب البرنسبل الثاني انكريمنتال ديليفري، وهي حكينا فيها كثير، تمام. انا فعليا بوصل لبعض الفيرجنز تكون قابله انه تو بي ديبلويد انتو ريال انفايرمنت حتى اني استخدمها. اوكي البرنسبل الثاني بيبل نوت بروسيس، يعني بركزش كثير يا جماعه الخير زي ما حكينا انه يكون عندي بلان ستيبس، بلان مفصله واضحه، لا هنا بركز اكثر على البيبول، الناس اللي بيشتغلوا في هاي البروسيس. معناته يا جماعه الخير انا بقدر احكي لكم انه السكيلز المطلوبه من الناس اللي بيشتغلوا في الاجايل بروسيس شو مالها؟ تختلف عن السكيلز المطلوبه من واحد بيشتغل في بلان دريفن. يعني مثلا خلينا نعتبر انك انت مطور مبرمج، تمام؟ انت كديفلوبر اذا كنت موجود في مكان وضمن تيم وعمالهم بيشتغلوا اجايل، معناته انت لازم السكيلز الموجوده عندك تكون تؤهلك انك تشتغل بنجاح في هاي الجروب. كيف يعني؟ بالضبط، لنفرض انت ما شاء الله عليك سفاح برمجه، تمام؟ بس اذا اجينا اليوم حكينا كل يوم في عندي ميتنج 15 دقيقه مثلا، بدنا نشوف وين وصلت، شو عملت، شو سويت، في حدا والله معك ممكن يشتغل على نفس التاسك على سبيل المثال، هل انت عندك المهارات انك تتواصل وتحكي وتعبر مع التيم اللي عندك؟ في ناس لا صراحة سفاح في البرمجة لكن شو ماله، عنده ضعف في الكوميونيكيشن سكيلز، فبالتالي هذا غير مؤهل او مش راح ينجح يشتغل في هاي البروسيس. ليش مش راح ينجح؟ مش لانه هو مش شاطر، لانه هاي البروسيس من اهم البرنسبلز لإلها اللي هو موضوع الكوميونيكيشن، تمام. فبالتالي التيم members should be left to develop their own ways of working without prescriptive processes. يعني يا جماعة الخير برضو هون، طيب إذا يا جماعة بنرجع بنأكد إنه السكيلز الموجودة عند الناس اللي بيشتغلوا بفريق فعليا بيشتغلوا أجايل بروسيس، لازم يكون عنده السكيلز الكافية انه يتعامل مع هاي البروسس. اوكي اشي ثاني، انا يعني يفترض انه اللي بيشتغل في تيم او شغال في بروجكت معاه تيم بيشتغلوا اجايل، يفترض فيه يكون عنده قدرة على التفكير الابداعي، يعني والله عنده قدرة يمسك التاسك وينفذها بافضل شكل ممكن. ليش هذا الحكي يا جماعه الخير؟ لانه خلينا نفترض انه في البلان دريفن غالبا تكون ريكويرمنت شو مالها؟ مفصله تفصيل يعني مليون في الميه، الديزاين واضح كثير، فبصف الديفلوبر كانه يعني طبعا مش بهذا المعنى، كانه الديفلوبر شو وظيفته؟ يترجم، يحول من شيء مكتوب الى ايش؟ الى كود. لكن لما تكون الامور فليكسبل اكثر معاك مجال انت كديفلوبر تقترح الحلول الأمثل، فبالتالي المهارات اللي لازم تكون موجودة عندك برضو تختلف عن واحد بيشتغل في البلان ادرف، تمام. فركزوا يا جماعة الخير، ركزوا فوق انك تكون بروفيشنال او تكنيكالي ما شاء الله عليك متميز بشيء معين، انك تكون فعليا عندك الكوميونيكيشن سكيلز اللي حكيناهم، زائد ان يكون عندك طرق تفكير إبداعية في حل المشاكل، فبالتالي أنت بتكون مؤهل كثير إنك تشتغل ضمن تيم وتنجح إن شاء الله وتكون متميز، تمام. الأدابتيشن مع التشينج هذا برنسبل كثير كثير مهم في الأجايل ميثود، مينتين سمبليسيتي،
يعني هنا في الاجايل بحكي لك قد ما تقدر بسط الامور، ما تعقدها، تمام؟ يعني حتى اذا بدي اكتب كود، الشطاره في كتابه الكود مش اني اكتب كود ولا واحد يفهم، صح ولا لا؟ وين الشطاره؟ اني اكتب كود كلير وستراكشر ومفهوم، تمام؟ وبيؤدي الغرض المطلوب بافضل فعاليه، تمام؟ اذا كل ما انا كنت او حققت السمبليسيتي، حققت البساطه في الاشياء اللي انا شغال فيها، بتكون الامور شمالها اسرع واسهل للتنفيذ. وكل هاي البرنسبلز يا جماعه الخير، ليش الاجايل ينوجد؟ حتى اوصل للرابيد ديفلوبمنت والرابيد ديليفري والامور تتعلق في البزنس والاشياء اللي حكيناها في بدايه المحاضره، تمام؟ اذا هاي المين برنسبلز اوف اجايل ميثود.